بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. التين اللي هو كان مفهوش، كان خشب من أسبوع أو من 10 أيام بالظبط، ما شاء الله تبارك الرحمن ابتدى يطلع براعم خضرية. تشد حيلك بقى فيه أهو، كله ابتدى يطلع براعم خضرية أهي. تمام، شد حيلنا بقى فيه. في بالنسبة لتسميد النبات ده كان صايم، ف ادينا له ميه، تنبه الجدر ان في حاجه جديده بتحصل له، فابتدى يشتغل. ندي بقى اليومين دول رشه عنكبوت احمر مع رش حشري، معاه اي مبيد حشري، بالاضافه لان احنا المفروض يعني بندي عالي فوسفور اول تسميده، مش كتير يعني، حتى لو في الاسبوع مرتين في بدايه التجديد دهوت، على ان هي ما تزيدش عن 2 جرام لكل شجرة. شكرا لحضراتكم.